بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الدقائق التي هي ثمرة من ثمار العلم والقراءة. مالك بن نويرة كان له أخ شقيق اسمه متمم بن نويرة. مالك بن نويرة مات في حروب الردة، فبكى أخوه متمم، وكان متمم هذا شاعرا، فقال: وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما افترقنا كأني ومالكا لطول افتراق لم نبت ليلة معا. وقرأ هذين البيتين على سيدنا عمر بن الخطاب، فقال عمر: الله الله، لو كنت أعرف الشعر لقلته في أخي زيد. زيد ابن الخطاب أخو سيدنا عمر بن الخطاب، ومات قتيل شهيد. فمتمم بن نويرة قال لسيدنا عمر: لو مات أخي كما مات أخوك ما بكيت عليه أبدا، لأن أخوك مات شهيد، أما أخي فمات في حروب الردة. فشتان بين رجل مات شهيدا وبين رجل مات مع المرتدين. أقول هذا الكلام لشهداء غزة وللشاعرين بفقد أهل غزة الذين هم شهداء ونحتسبهم عند الله من الأبرار. الله يرحم شهيدهم ويثبت حيهم ويواسي جريحهم. جمل الله حياتكم وتقبل منا ومنكم، وأسأل الله أن يستجيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تقبل اللهم منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا. اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واقض لنا حوائجنا. اللهم فك عن كل مهموم همة، ونفس عن كل مكروب كربة. زدنا ولا تنقصنا، وارزقنا ولا تمنعنا، وأنت خير الرازقين. واجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين والمسالمين. ربنا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. على المسرح مع منى عبد الوهاب، الليلة 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.